بحال دابا تندهن نديرو شي كيك ولا صابلي ولا شي حاجه تنزق قشره تاع الليمون ولا الحم تندهن نحكوها. عطيت بحال دابا هاد القشره ديال الماندارين اللي كاين دروكا تنقبطو تنغسلو تنيبسو في الشمس ولا في الفران وتطحني حتى تيولي كيشكل بودر تتولي توضفي بحال هكا تيكون عندك داعي على الكيك في الطورطات. واخا تيكون زوين حيت هو تتكون ريحته مجهده وتيجيك حسن من ديك كاين بال تكون عندك ديك ليمونه ولا لا تجيك هاد الاقتراح ساهل فعلا. الله يعطيك الصحه فكره ذكيه. عطيت ثاني واحد السيرو ديال الباربو بحال شكل داك السيرو اللي كنديرو حنا مع الحليب هو ماده طبيعيه. واخا تناخذوا الباربو تنغسلها مزيان ونحيدوا لها ديك النباتة الفوقانيه والتحتانيه بحال عند ديك الماكله ديك اللي تتخرج العصاره. غادي حنا حاجتنا بالعصاره ديال الباربو ولا نحكوها وناخذوا داك الماء ديالها. نفس الكميه ديال الماء تنديروا نفسه تاع سنيده. تنزيدوا مع عصير ديال حامضه وحده وتنشعلوا عليهم فوق البوطه نقصوا عليهم البوطه بالمهل ردوا لهم البال حيت هما دغيا تيطيف تيدير كيشكل شليف فهمتي. نقصوا البوطه ونخليهم تيتبخوا تيتبخوا بالمهل واحد شويه تيندمج داك السكر وسنيده والحامض ونخليوه تيبرد تنصفوه في شي قرعه ونخليوه عندنا في الثلاجه تيدور على دور العام تيبقى زوين ولونه زوين وتيجي زوين بالنسبه للحليب وداكشي حسن دوك الملونات ما تنعرفوش. هاد السيرو ديال الباربا كيجي تقريبا بحال داك السيرو ديال الرمان اللي كيتباع ياك؟ تيجي بحالو تيجي حسن منه. احسن منه الا مصايب في الدار. غير الباربا قلتي لنا نحيدوا لها القشره نغسلوها مزيان ياك ونحكوها ولا داك الماء ديالها نفس الكميه اللي خرجت لنا الماء ديال الباربا يكون قدها سنيده. نفس الكميه تنجرو قدو سنيده تنزيدو معها عصير حامضه. عصير ديال حامضه وهادشي نديرو فوق البوطه ياك؟ ايا تنديرو فوق البوطه تنقصو البوطه تنخليو حتى تيتبخ شويه. ونعاودو نصفيو ونديرو في قرعه الدجاج تيجي زوينه تدخلي في كلشي لا بحال بنا نديرو شي ملون لكيك ولا المهم كلشي. الله واخا الله يعطيك الصحه خوله تبارك الله عليك ما كنسخوش بالاقتراحات ديالك كنشكرك بزاف واكيد ان شاء الله تشاركي معنا ان شاء الله في حلقات مقبله.